المؤسف انه الاشعري لما جاء ذكر في كتبه ومنها الإبانة ومقالات الإسلاميين أنني أنا عقيدتي عقيدة أحمد بن حنبل وأهل الحديث، وذكر أمور عقائدية الأشاعرة فيما بعد لا يوافقون عليها. نحن لابد أن نفهم هذه القضية حتى نستطيع أن نحل المشكلة. صحيح. الأشاعرة العلماء المسمين بالأشاعرة المصممين للمذهب الذي يقال إنه هو هذا المذهب الأشعري المبني على تنزيه الله، وهو الذي يمثل حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة عندنا، هو المذهب الذي صممه إمام الحرمين الجويني وتلميذه الإمام الغزالي، ولم يلتزموا بما قاله الأشعري. إجت التداخل والعلاقة من عند الأشعري. الأشعري السبب كما قلته لكم أن الأشعري صرح في كتبه أنه عقيدته عقيدة أحمد بن حنبل وأهل الحديث، وذكر في جملة يعني عقيدته إثبات الوجه والعينين واليدين وغير ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يقول ابن تيمية يخاطب الأشاعرة الذين جاءوا بعد ذلك وجنحوا إلى التنزيه، إلى تنزيه الله عز وجل، وعلى ذلك جمهور الأشاعرة الذين هم أهل السنة، يقول لهم ابن تيمية: أنا لا أريد منكم، بما معناه لا أريد منكم أكثر من أن تلتزموا بما قاله إمامكم الأشعري في كتابه الإبانة. الحقيقة فصل العلماء، يعني العلماء جمهور أهل السنة ما كانوا مقلدين يعني بدون دليل، ولم يكونوا ينساقون وراء أي قول، وإنما كانوا يميزون. وأصلا من قواعدهم كما قال صاحب الجوهرة: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. لا يرضون التقليد، وإنما يعني الأصل عندهم الأخذ من الكتاب والسنة والاحتكام للقواعد العقلية الواضحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك رأى المنزهون من العلماء أن هذه الكتب، أن يعني الكتب العقائدية التي كانت في زمن تلاميذ أحمد بن حنبل الذين خالفوا إمامهم فيما يقوله في قضايا التنزيه وصنفوا هذه الكتب التي هي السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لابد من تصحيح المسار. ولذلك الإمام السبكي الذي تفضلت جنابك بنقل قوله يقول في ترجمة إمام الحرمين أن إمام الحرمين لا يتقيد بالأشعري في طبقات الشافعية الكبرى، ولذلك صمم أو هندس إمام الحرمين والإمام الغزالي المذهب، مذهب التنزيه المرتبط بكتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعقل الذي يعني على قوة قوية جدا في تنزيه الله عز وجل، وترك الأقوال الشاذة التي لم تقبلها القواعد العقلية المبنية على الكتاب والسنة، فتكون عندنا المذهب.